سقط العديد من الشهداء والجرحى يوم الأحد الماضي 29 من أغسطس إثر قصف صاروخي حوثي تعرضت له قاعدة العند في محافظة لحج. الشهداء والجرحى من العسكريين سقطوا في الهجوم الذي نفذته الميليشيات. انطلقت الصواريخ من مواقع حوثية في الحوبان شمالي شرق تعز. 3 صواريخ على الأقل اطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه العند كانت كفيلة بسفك دماء العشرات من أبناء اليمن. راحوا ضحية العنجهية الحوثية القاضية بسفك الدم اليمني في كل وقت وحين. البرلمان العربي أدان هذا الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف قاعدة العند العسكرية، وحذر من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما حمل هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، وعرقلت كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية. هجوم صاروخي حوثي يستهدف قاعدة العند. فعالية مؤتمرية بذكرى تأسيس الحزب في تعز. ممارسة حوثية إرهابية تجرم الفن وتهدد الفنانين. أهلا بكم من جديد. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخ الإرهابي الحوثي الذي استهدف طابورا صباحيا للجنود وهناجر في قاعدة العند الجوية شمالي لحج إلى 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا. في حادثة إجرامية إرهابية استهدفت ميليشيا الحوثية الإرهابية قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بقصف صاروخي وطائرات مسيرة إيرانية الصنع تحمل متفجرات وفق مصادر عسكرية. تقريبا بعد الاستراحة بعد الصبح حدث أول انفجار في العنبرة السرية الأولى، والثاني خلف في دبابة معطل، وثالث نفس المعسكر. هذه تبع الحوادث طبعا، طيران مسير. العملية الإرهابية الحوثية استهدفت طابورا صباحيا للجنود إضافة إلى أحد هناجر قاعدة العند الجوية أثناء تجمع الجنود بشكل كثيف، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود. نقل العشرات منهم إلى مستشفيات لحج وعدن. لحد الآن بدون تحديد يمكن فوق 30 قتيل هكذا تقريبا. السرية الأولى هي التي تضررت، الهنجر حق السرية الأولى اللي تضررت بزيادة. إصابات كثيرة تتفاوت بين الخطرة والمتوسطة في الوقت الذي تبذل فيه الطواقم الطبية جهودها حثيثة لإنقاذ المصابين والجرحى، كون العملية الإجرامية هذه نفذتها الميليشيات الحوثية وفق مراقبون عسكريون بواسطة 3 صواريخ، حيث ترجح المصادر انطلاق هذه الصواريخ من منطقة كرش شمالي محافظة لحج ومن مناطق ماوية والحوبان جنوب تعز، حيث تتمركز ميليشيا الإرهاب الحوثي في تلك المناطق. لتضاف هذه الجريمة إلى سابقتها من العمليات الإجرامية الحوثية دون ما أن يكون هناك راجع أممي أو دولي. الحوبان نقطة ضعف الشرعية ومخنق تعز الذي يحاصر الساكنين فيها، بل أن هذه المنطقة هي منطلق لعمليات ميليشيا الحوثي ضد المناطق المحررة والأهداف العسكرية. وبالرغم العلم من هذه المنطقة وتفاصيل استخدام الحوثي لها، إلا أنه لا تحرك فعلي لتحريرها. ضحايا بالعشرات ومواقع مكشوفة واختراق عسكري واضح هو من يجعل من الصورة تبدو كما هي عليه الآن، ويضع الشرعية وكافة القوى المناهضة للحوثي
في موضع الضعف والتهالك بالتقادم بعدما تركت هذه الجموع لقمة سائغة لميليشيات الحوثي تطلق عليها مقذوفات النقمة متى أرادت. السبب معروف وهو العداء القاطع للحوثي والمسبب غير مجهول، لكن هناك حلقة مفقودة وثغرة لم تحاول الشرعية والتحالف سدها برغم معرفتهم ويقينهم واطلاعهم على أن الحوثي يستخدمها لإدارة عمليات الاستخبارية العسكرية ضد القوات المعادية له، ألا وهي شمال شرق مدينة تعز. يرى عسكريون أن الحوبان ومطار الجند هما الشر المستطير والمربع الاستخباري الأقرب إلى وريد الشرعية وعروق قواتها الحكومية التي دخلت هدنة معلنة وغير معلنة ولا نية حقيقية لتأمين هذه المناطق كي تأمن الشرعية وابل الدمار والصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أن هذه المناطق لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن معاقل سيطرة محور تعز الذي يشهد له بأنه راكد في محله. ثلاثة حوادث مثبتة بالأقمار الصناعية كان منطلقها الحوبان والجند، أهمها استهداف حكومة الشرعية التوافقية في مطار عدن، الاستهداف الإجرامي الأكثر بشاعة والذي نال من عين مدني بحت وكان هدفه القضاء على أي تسوية سياسية مستقبلية ونال من الإدانة إجماعا دوليا. وبرغم إثبات الحادثة دوليا واعتراف الحوثي ضمنيا بها، إلا أن الشرعية لم تقابل هذا التحرك الاستخباري للحوثي لأي عمليات ردع، بل استمر الوضع كما هو عليه وتم الانشغال بمناكفات داخلية بعيدة عن تأمين ظهر المناطق المحررة. ومن شمال شرق تعز يتم إطلاق الطائرات المسيرة أيضا، كون هذه المناطق هي الخط المستقيم الأقرب إلى ظهر الشرعية والأراضي المحررة والمواقع الاستراتيجية، وقد تم قصف قاعدة العند الجوية لأكثر من مرة بأكثر من استهداف، يتزامن ذلك بتحركات استخبارية على الأرض خصوصا أثناء العروض العسكرية والتي يذهب فيها خيرة رجال الجيش اليمني ومن تبقى من قياداته الصادقة والثابتة داخل اليمن. وأما آخر استهداف فهو لمجندي اللواء الثالث عمالقة والذي راح ضحيته أكثر من 100 بين شهيد وجريح، لتتوالى الإدانات والتهديدات ككل حادثة سابقة دون ما تحرك فعلي لتحرير الحوبان، وصمة العار في جبين الشرعية التي لم تفك الحصار عن تعز، كما أن لا نية حقيقية للتحرك الفعلي لاستعادة مطار تعز الدولي والذي انشغلت القوى الداخلية لتعز بحربها صوب جنوب المحافظة دون ما تحرك فعلي لفك الحصار عن المدينة أو إنقاذ لظهر المناطق المحررة. دشن أبناء قبائل خب وشعب في الجوف مطار حال لرفض جبهات القتال وإسناد القوات الحكومية من أجل تحرير المحافظة من سيطرة الميليشيات التي ضيقت الخناق على مواطني المحافظة وتسببت بنزوح وتشريد العديد منهم. ليس هناك متسعا لإعطاء ميليشيات الحوثي الوقت الكافي لترسيخ دعائمها في محافظة الجوف وزرع الخلافات بين أبناء قبائلها، هذا ما تراه قبائل أبناء خب والشعف. فإزاحة أتباع إيران من موطنهم أمر لا بد أن يطلع الجميع من خلال تعزيز الجبهات بالمقاتلين لاستعادة المحافظة، والذي لن يكون وفق مراقبون إلا من جبهات القتال.
فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. موقف قبائل الجوف ضد الحوثيين ليس وليدة اللحظة، فالبندقية والنضال دوما في أيديهم متصدرين متارس القتال منذ 2010 ولا يزالون كذلك حتى الآن. في محافظة الجوف منذ عام 2011 حتى اليوم 9 سنوات القبيلة هي التي تواجه الحوثي تحت مسميات عسكرية أو تحت مسميات حزبية، لكن القبيلة هي التي تواجه الحوثي. قبيلة دهم من أكثر القبائل المضحية في مواجهة الحوثيين، وقد قدمت أكثر من 5000 شهيد وجريح، ولا زالت إلى اليوم تقدم، وفي كل المحافظات ولا قصر في أي قبيلة أخرى. هل تحرير المحافظة تراها قريبا؟ تحرير المحافظة لن يكون أي تحرير إلا بإخراج جميع الفاسدين وجميع الذين تنازلوا أو تغاضوا عن سقوط المحافظة سواء في 2014 أو في 2020. لن يكون هناك أي تحرير إلا بإقالة جميع من شاركوا في المعارك السابقة، من شاركوا في سقوط المحافظة. تدشين مطارح القبيلة صادف عودة العميد هادي شلفط أحد مشائخ القبيلة الذي كان قد تعرض لإصابة بليغة أثناء المعارك، فمظاهر الحشد وما يحتويه من فئات عمرية طاعنة في السن تعطي إصراراً لاستعادة الحق المسلوب. سيوفوا بعهودهم اللي عهدوا عليها بمواجهة الغزو الحوثي المدعوم إيرانيين لأبلادهم وأرضهم وأعراضهم، وأن يكونوا دفاع عليها وضحوا من خيار الرجال، ولا زالوا يضحوا، وعاد المقبلات أكثر ولا زالوا يدافعوا عن دينهم وعرضهم وكرامتهم، وهذه شيء لا يمكن نتوانى منها ولا نرجع منها أبد حتى الساعة أو النصر. جثوم الميليشيات الحوثية على المواطنين داخل مدينة الحزم وسلب إرادة القبائل وإقدامها على اعتقال أبنائهم وتعطيل مقومات الحياة تستدعي تحرير المحافظة أكثر من أي وقت مضى، وهو ما ينتظره أبناء المحافظة الأبية بفارغ الصبر. لم يبقى لمشروع ميليشيات الحوثي تواجداً في محافظة الجوفة في ظل التكاتف القبلي المتواصل وإسنادهم للقوات الحكومية في جبهات القتال، والتي باتت تحرير المحافظة بين قوسين أو أدنى. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوف. القبائل في مواجهة الحوثي رجال، قلبت المعادلة وغيرت من موازين القوى، ذلك باستنادهم إلى الحق في الأرض. نتابع في سياق التقرير التالي اجتماع لقبائل دهم في الجوف وجذعان مارب. بهؤلاء أقسمت مأرب على الله فأبرها بالنصر والنجاة من غدر رملتها ومن جحافل هبت عليها من سفوح الجبال، ليذبح الحوثي على أبوابها آلاف النحور من أبناء القبائل المغررة بهم. فارتوت الأرض ولم يشبع نهم الحوثي، ولم تكف قبائل مأرب في ذات الوقت عن خوض معركة الشرف للدفاع عن الحق والعرض. نريد أن نقول للميليشيات ومن يقف وراءها أن اليمنيين يعدوا لمواجهتها وقد أجبروا على ذلك، وليس لدينا خيار في الحرب وإنما فروض علينا. قبائل مأرب المعادلة الصعبة منذ العام 2014 بمطارح نخلاء وامتدادا إلى كل قرية وعزلة ورملة هي من منعت الحوثي بتماسكها وشوروية رأيها واجتماعها على كلمة سواء. كيف لا وهم قوم سبأ الذين يجتمعون اليوم باسم قبائل الجدعان متوحدين تحت راية الدفاع عن الأرض صونا للعرض. الجدعان حضرت كلها على كبارها وصغارها، الآن اتحقق هدف واحد وهو دحر الحوثي. قبائل الجدعان من شرقها إلى غربها في شمال مأرب أكدت بأن لا خيار سوى المواجهة التي باتت أمرا واقعا مفروضا عليها. هذا وتم دعوة المغرر بهم من فخوذ الجدعان الواقعين في مناطق سيطرة الحوثي أن يحفظوا أبنائهم من أن يتم جرهم لمواجهة إخوتهم. وجددت قبائل الجدعان دعوتها لإخوانهم بعدم جعل أرضهم منطلقا للهجمات على أبناء جلدتهم، فما نجا الحوثي إلا بشق ذات البين بين الإخوة.
الهدف من هذا الجمع وهذا الحشد الذي تروه إنما هو الترتيب والتنظيم، أما الوجود هو متواجد منذ أكثر من 7 سنوات في مجابهة الحوثي، وإنما استمرار لذلك وتعزيز الروح القتالية والاستمرار برؤية واضحة أكثر ترتيبا وتنظيما مما سبق. وفي ذات الوقت الذي كانت فيه قبائل الجدعان تحضر مطارحها، قبائل دهم من خب والشعف في الجوف كانت خير امتداد جغرافي للجدعان، لتمثل كل هذه القبائل حائط صد كبير لشمال مأرب وتغير معادلة السيطرة التي تم فرضها مؤخرا بالتخاذل. فكل القبائل عازمة أمرها لتطهير مناطقها ولتكون خير سند. سيوفوا بعهودهم اللي عهدوا عليها بمواجهة الغزو الحوثي المدعوم إيرانيين لأبلادهم وأرضهم وأعراضهم، وأن يكونوا دفاع عليها وضحوا من خيار الرجال ولا زالوا يضحوا وعاد المقبلات أكثر. إنها القبيلة التي ما تزال حائد الصد الأخير أمام خيار الحوثي الذي أبى إلا أن يستبيح به أرضهم بالإكراه. ومن مأرب في شمالها الغربي اجتمعت قبائل الجدعان إلى دهم في شمال مأرب الشرقي، اجتماع لا يعززه إلا إرادة حقيقية وتثبيت لدعائم المواجهة من الجانب الحكومي لتحقيق وتأزير النصر، فمن دافع عن أرضه كان له الفضل في استعادة حقه المسلوب. تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها وممارساتها العدائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي تؤكد عدم الرغبة في الجنوح إلى السلم. شجعها على ذلك تراخي المجتمع الدولي إزاء ما تقوم به. أكثر من 40,000 انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة المحويط خلال 7 سنوات وثقتها منظمة راصد للحقوق والحريات. الانتهاكات شملت 19 حالة قتل خارج القانون وأربع حالات وفاة تحت التعذيب وأربع حالات جريمة اغتيال بحق مدنيين معارضين للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إضافة إلى إصدارها أحكاما غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف 1692 مدنيا منهم 30 طفلا و18 مسنا و9 نساء. وتضمن التقرير انتهاكات أخرى، منها تجنيد الميليشيا 175 طفلا دون السن القانونية للقتال في صفوفها، وحرمان 20,000 طفل من حق التعليم، وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن للميليشيات، واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات 27 حالة، وتهجير لأكثر من 8,000 شخص، وفصل 16,000 مدني وعسكري من الوظيفة العامة، ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم، وتهديد 96 آخرين بالفصل، إلى جانب تهديد 24 ناشطا وسياسيا بالتصفية الجسدية، إلى جانب نهب وتكسير 17 محلا تجاريا بعاصمة المحافظة والمديريات. ولا تتوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتي صنفتها تقارير عدة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذ تستغل الميليشيات العقلية الإيرانية القمعية المهيمنة عليها وتتوسع في ارتكاب الانتهاكات ضد المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها. كشفت تقارير دولية عن استمرار ميليشيا الحوثي في قمع الحريات والتهجير القسري للمناهضين لفكرها العنصري، فضلا عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق التي تسيطر عليها. في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة العنصرية التي ترهب المدنيين وتمضي في قمع الحريات وتتعمد منع وصول المساعدة للمحتاجين ورفضها للسلام. فخلال 6 أسابيع وسعت الميليشيا الدموية من انتهاكاتها بحق المدنيين. تقرير حديث لرصد الأثر الاجتماعي في اليمن أكد أن الميليشيا الحوثية تواصل رفض مفاوضات السلام، مشيرا أن عدم الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية المتدهورة مستمرة في إرهاق قدرة اليمنيين على مواجهة الأزمات التي أثقلت كاهلهم نتيجة الحرب التي دخلت عامها 7. ورغم الجهود الدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بين الحكومة وميليشيا الحوثية، تستمر الأخيرة في رفضها للسلام
وتصعيد العنف على مدينة مأرب، ما تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 110 أشخاص بين إبريل ويونيو الماضيين نتيجة تصعيد الميليشيا للعنف في 47 جبهة قتال، وتعرض المدنيين للخطر والنزوح وإلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس. وأمام الحجم الهائل للاحتياجات الملحة، فإن عمل المنظمات الإنسانية يواجه صعوبة، إذ يتعرض العاملون في هذا المجال لحوادث عنف وقيود تمنعهم من الوصول إلى المحتاجين في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد النازحين جراء استمرار ميليشيا الحوثي في ممارسة القمع والتهجير القسري. أكثر من 23 ألف نازح دفعتهم ميليشيا الحوثي عبر الخطوط الأمامية النشطة، وانتقل أكثر من 10,000 إلى المناطق المحررة نتيجة تصعيد الميليشيا هجماتها وإشعالها للحرب في مناطق عدة، لتضع ملايين النازحين في عداد ذوي الحاجة والعواز ممن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وباتوا في العراء. فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة، ابقوا معنا. أقام المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز حفلا خطابيا وفنيا في الذكرى 39 لتأسيسه في 24 من أغسطس العام 1982، حيث جدد المشاركون العهد بالمضي على أبجديات المؤتمر وخطى المؤسس الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا. مثل سيل وسط ليل يرتمي، يمضي المؤتمر الشعبي العام حاملا شعلة الديمقراطية ولواء التفوق السياسي، يتحدى الصعاب ويقهر التحديات ويسمو فوق كل الجراح، رغم المؤامرات التي أحيكت ضده إلا إنه لا زال في المقدمة حزبا سياسيا رائدا أصلب وأقوى. وها هم أنصاره في تعز قرروا الاحتفال بالذكرى 39 لتأسيسه رغم المنغصات، حفل خطابي وفني كبير حضرته قيادات المؤتمر وقواعده ومحبيه. فور إعلان قيام الوحدة في 22 مايو 90، وبهذا يكون قائدنا المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله عليه قد حقق أول أمالي وأمل كبرى في ملء الفراغ السياسي وتخليصه من حالة التنافر لتلتقي حول ميزان الوطن، أسهم الجميع في صياغته واتخذ معالما على طريق النهوض الوطني الشامل. وتشكل الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام مناسبة مهمة تؤكد سير المؤتمر الشعبي العام على نهج الوسطية والاعتدال، وهو ما دفع معظم القوى الإيديولوجية إلى انتهاك التحريض والكيد الناجم عن عجز كبير في مجاراة هذا العملاق، ترقبا لما سيشكل من تأثير كبير في صياغة المشهد القادم، ما يجعله في أنظار أنصاره والجماهير حزب الوطن والديمقراطية والحرية. في هذا اليوم نريد أن نؤكد لكل اليمنيين الشرفاء ولكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل وسيبقى ما بقية الحياة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتذكر ذلك القائد الشهيد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه وأحسن إلى مثواه، وإننا على عهده لماضون. نحن في 2021 ونحتفل في محافظة تعز بهذه المناسبة، وهي المحافظة ذات الأغلبية المؤتمرية التي دوما ما تقف خلف المشاريع الوطنية التي قادتها القيادات المؤتمرية التاريخية، وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه الأمين عارف الزوكا. ونحن نمر في أزمة حقيقية، نطالب جميع الأحزاب الأخرى والمعارضة والسياسية بأن تنتهج نهج المؤتمر الشعبي العام بالوسطية والعدالة، وأن تفتح ذراعيها للوطن ولما تمر به هذه الأيام من مشاكل وإشكاليات، وإذا كانت ترى أن المؤتمر الشعبي العام غير موجود فنقول لها فهذه رسالة واضحة بأن المؤتمر الشعبي العام موجود في كل بيت وفي كل حارة وفي كل مديرية وفي كل محافظة. 39 عام حافظ فيه المؤتمر الشعبي العام على إرثه السياسي دون أن يغير شيئا من أبجدياته ومنهجياته الوطنية عبر مختلف المحطات السياسية. هكذا تتجلى شعبية وعظمة المؤتمر الشعبي العام في الذكرى 39 للتأسيس، رغم المكايدات والدسائس
إلا إنه ظل منهاج قوي وطني ودستوري عاش معه اليمنيون قرابة 4 عقود من الحرية والديمقراطية والوسطية والاعتدال. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. دعا العديد من الفنانين إلى تشكيل كيان رادع يلم الشمل ويحميهم من ممارسة الجماعة الحوثية الإرهابية التي تهدد الأغنية اليمنية. الدعوة جاءت بعد أيام من اعتقال العديد منهم وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة. في صنعاء وليس في كابول تنتشر الجماعات المسلحة الإرهابية في الأفراح والمناسبات لمنع الفن والفنانين من إحياء الأعراس وفرض خطابات متشددة وعنصرية تدعو إلى الذهاب إلى جبهات القتال. الميليشيات الحوثية تعتقل كل صوت يسعد الناس بتهمة أنه سبب في تأخر نصرها في الجبهات، وفرضت بموجب الوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات على من يخالف ذلك تراوحت بين الحبس 20 يوما وغرامات تصل إلى 500,000 ريال بحق حفلات الأعراس المستضيفة للفنانين أو استخدام مكبرات الصوت في أعراس النساء. ويعاني الفنانون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من حملات تحريض ممنهج تمارسها قيادات في جماعة الحوثي تحت مبرر منع الغناء. العديد من الفنانين دعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اجتماع لكل من له صلة بالفن والعزف والكتابة والإذاعة والتلفزيون ومشاهير التواصل الاجتماعي لتشكيل كيان رادع يلم شمل الفنانين ويحميهم من ممارسة الجماعة الحوثية الإرهابية التي تهدد الأغنية اليمنية. يأتي ذلك بعد يومين من اعتقال الفنان أصيل أبو بكر في حفل زفاف بمنطقة مذبح من وسط صالة للأفراح بحجة مخالفة التعليمات الصادرة عن قيادتها، والذي خرج بعدها بفيديو مصور يطمئن محبيه الذين تضامنوا معه أنه تم الإفراج عنه بضمانات مالية. أحب أطمنكم أن الأمور تمام في سوء التفاهم اللي حصل، وشكرا من أعماق قلبي لكل من سأل واتصل وزار سواء بالحضور أو الاتصال الهاتفي، طبعا كل ما أعبر به في حقكم. ناشطون يمنيون شنوا هجوما على قرار الحوثي منع الموسيقى والأغاني في المناسبات الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بناء على فتاوى دينية تجرم الفن الشعبي في ممارسات شبيهة بممارسات متطرفي تنظيم داعش الإرهابي. في الحديدة وفي حي المسنة فخخته الميليشيا الحوثية بالموت. أكثر من 29 أو 29 ضحية سقطوا وجرحوا نتيجة الألغام المزروعة وسط منازلهم، بينهم 9 ضحايا من أسرة واحدة. في حي مفخخ بالموت من أقصاه إلى أدناه
يعيشن 4 طفلات لم تبلغ الكبرى 12 من عمرها، وقد تحولت بالضرورة إلى أم تهتم برعاية أخواتها 4، وهي في أمس الحاجة للرعاية والاهتمام بعد أن امتدت يد الموت وأزهقت روحا بريئة تاركة خلفها أطفالا زغب الحواصل يرثينها بقلوب حرة وعيون فقدت الأمل جرحها السهد والخوف منذ توسدت أمهن التراب. احنا كي درحنا وكل شيء ما راح نميك راح بهون لي زرع كنا احنا مش داري انه في لغم مدخامي بعدين قاعد حق خيك راح بها ايوه زين نوكاي نكف لعد ما يزلش المه. بعد ايام من مقتل اخرين من ذات الاسره قتلوا بنفس الطريقه التي قتلت بها ام حمده بواسطه لقم حوثي كان مزروعا في عتبه باب المنزل الذي انتهكت حرمته من قبل عصابة تجردت من كل القيم والأخلاق لم يشبع القتل لها شهية حتى تزرع الموت للنساء والأطفال وسط منازلهم. أيهم قريب من مزرع احنا ملغان في بلاد احنا أسوأ ما كنا احنا جالسين هم خرجوا احنا بالغصب من هنا. منهم؟ هو الحواتي زرعوا بلادكم؟ زرعها في الغام وحنا ما خرجنا نزحنا كان أبي بس هنا وبعدين زرع صايدهم ما خرج زرعوا في البيوت في كل بيت زار أو موقع ولا بيت طوفك وأثمان كرحبوا وعدوا في بيت خيا ووعدوا هناك في مشاعر جدي هناك هم كان مرت أمي قاعدة تدخل وتخرج مع حماة أمي كرحبة ووعدوا هناك في بيت خيا دخل مجنون دخل كنيس وكرحبة هو يومين يدخل ما ذاك اليوم كرح. أطفال تمزقت أجسادهم وسلب اليدم طفولتهم وغادر الأمان حياتهم فأصبحت البسمة مصلوبة على الشفاه وتحجرت الدمعة في المآقي شيوخ تقطعت قلوبهم كمدا على فلذات أكبادهم وهم يشاهدونهم يتساقطون الواحدة والآخر حتى بلغ عدد ضحايا الألغام من هذه الأسرة وحدها 9 شهداء ومن تبقى من الأطفال على قيد الحياة فإما مشوها بالجروح أو بالآثار الناتجة عن المشاهد الدموية التي ستظل تلازمهم. وتأورت أخلت سكفتك وأمت أورينا عتينا وبيوتنا احنا مزروع الغام. إجرام الميليشيات الحوثية واستهتارها بأرواح الأبرياء دفع بها إلى زراعة الألغام وسط القرى الآهلة كحي المسنى بمديرية الحالي الذي حولت الميليشيات الحوثية المنازل فيه إلى مقابر للسكان. من محافظة الحديدة شرف الشمري اليمن اليوم. بعد أن هجرته ميليشيا الحوثي الإرهابية من قرية قصرا اضطر المواطن ياسر شبيل للسكن في منزل متواضع في مدينة حيس لكنه عجز عن دفع إيجار السكن نتيجة للظروف المعيشية الصعبة. تهجير قسري ومعاناة متواصلة تطارد المواطن ياسر محمد شبيل الذي هجرته الميليشيا الحوثية من قريته الواقعة شمالية حيس بالحديدة وكافة الأهالي وأجبرتهم على النزوح. وما أن لجأ ياسر هو وأسرته إلى مركز مدينة حيس وأصبح يعيش في منزل متواضع وجد نفسه عاجزا عن دفع إيجار السكن نتيجة ظروفه المعيشية القاهرة التي فرضتها الحرب على غالبية اليمنيين. خرجوا حال حوثي الآن جثيني في حيس لحن 4 سنة مضحين حصل على حين قل جماعي جاسين بينهم بتحقون كنا أولا نزحون الأجار مضحون ولا عقدرنا عز عطوحنا بدأنا نلقى احنا بنحي بين الشارع حول بواحد نهار الخير فعل خير دخل احنا هنا في بيت ما عادش معنا ولا اي عمل ولا رواتب ولا كانوا معي قاين عمل ضحان خلاص قفلوا علينا ولا اي شيء ونبك نحط بمعطيف كنا في مشجار وناس لغموا الدنيا والان جالس لا شغل ولا عمل ولا راتب ولا معانا اي شيء حتى ما ثياب حق حول عايزين نشتري ثياب. مضايقات مستمرة تعرض لها ياسر من مالك المنزل كما هو الحال مع الكثيرين حتى اضطر إلى مغادرة المنزل وأصبح مشردا في أرجاء هذه المدينة التي مزقتها الحرب يبحث عن مكان آمن يأوي أسرته وأطفاله الصغار الذين باتوا يتجرعون المعاناة وما كان لهم من معين بعد الله إلا أحد أهالي حي البرحة إذ فتح لهم منزله الذي لم يكتمل فيه التشطيب ليأوي في جنابته ياسر وأسرته. ألاحظ كثير من النازحين لا يوجد حتى معهم فرشان حتى مخدات في البيوت ما فيش يركضوا في التراب حرام. أنا شهد فاعلنا الخير ينظروا إلى دين المحتاجين اللي يقدلوا بحالهم مالهم في البلاد اللي فيها احتلال اللي فيها الحرب ياتوا سنة المناطق اللي محررة
يرقد سكينة والهدوء، لكن هنا ما في شيء سكينة. قدلوا لهم بثيابهم وعيتهم وأغراضهم برع كلهم، خلوهم في الليل ماويين يتلقحوا من كذا لكذا هون وعيالهم معاه. طيف العادة تتجاوز حتى عمرها شهر، حرام. ندعو المواطنين عدم أن ييسروا على النازحين، ألا يشدوا عليهم كما هم يرون. لا يتوفر لديهم أي دخل لا ثابت ولا منقول، وكما نطلب من المنظمات أن تستمر في إعطاء مثل هذه الحالات، أن يعطوهم مساعدات، لا يعتمدون على مرة أو مرتين أو هذا يستلم بر. هؤلاء يستلمون بر لكن صح، هم يحتاجون إلى تسديد علاج، تسديد منازل، الإيجار حق المنازل، تسديد يشترون بعض الأشياء. العشرات من النازحين المهجرين في مدينة حديث تعرضوا للمضايقات بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار وتأمين المصاريف اليومية لأسرهم، وباتوا يعيشون في أكواخ وأحواش يسكنها الفقر والقهر والألم، في ظل تجاهل لمعاناتهم من قبل المنظمات المحلية والدولية بشكل غير مسبوق، حيث يموت الإنسان في هذه المناطق النائية والبسيطة في اليوم 100 مرة دون أن تتوفر لديهم أبسط مقومات الحياة، لكنهم يعيشون على أمل أن يكون القادم أقل بؤسا مما يعيشونه اليوم. فهل تتحقق آمال هذه الأسر الفقيرة بحقها في العيش الكريم بأمن وسلام، أم أن هذا الحلم سيظل حبيس طيش الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي تفشل كل محاولات التقدم في عملية السلام وإنهاء الحرب التي يدفع ثمنها المواطن البسيط؟ حسام بكري لقناة اليمن اليوم، الحديدة. رغم خروج النازحين من مدرسة النعمان في التربية قبل أكثر من نصف عام، إلا أن عدم إيفاء السلطة المحلية والمنظمات الدولية بوعودها بشأن القيام بأعمال الترميم تظل عائقا أمام عودة الطلاب إلى صفوفهم مع بداية العام الدراسي. مدرسة الفقيد النعمان بعزلة ذبحان ظلت طيلة 5 سنوات مأوى لعشرات الأسر النازحة قبل أن يتم نقلهم إلى مكان آخر، بيد أن المخلفات التي تركوها وراءهم شكلت عائقاً أمام عودة الطلاب إلى فصولهم الدراسية، في ظل عدم إيفاء الجهات المختصة والمنظمات الدولية بوعودها المتمثلة بإعادة ترميم المدرسة. حتى الآن على وعود من المنظمات بأنه يتم ترميمهم وإعادة الطلاب إلى المدرسة ليدرسوا في الفترة الصباحية بدلاً الوضع الذي نحن فيه في الفترة المسائية، ولكن المنظمات والسلطة المحلية لم تفي بالتزاماتها لدينا. نناشد السلطات المحلية والمنظمات بإعادة تأهيل مدرسة الفقيد النعمان. أكثر من 6 أشهر مضت على خروج النازحين من مدرسة النعمان، وطيلة تلك الفترة لم يخضع المرفق التعليمي لأي أعمال ترميم، رغم المناشدات المتكررة من الشخصيات الاجتماعية والمعلمين الذين استنكروا بقاء مدرسة النعمان خارج نطاق العملية التعليمية، في ظل الحاجة الملحة للاستفادة منها خصوصا بعد انطلاق العام الدراسي الجديد. تم إجلاء النازحين مدرسة الفقيد النعمان منذ قرابة 7 أشهر، وكانت الوعود من المنظمات بأن تقوم بعملية إعادة ترميم وتأهيل المدرسة، لكن ومنذ تلك الفترة وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم تفي المنظمات بالوعود التي قامت بها حتى الآن. لنا أكثر من 6 أشهر بعد إخراج النازحين من المدرسة لكن لم يتغير شيء في الموضوع، ما عرفنا إيش السبب، من السبب الرئيسي في الإهمال وعدم متابعة ترميم المدرسة. خروج مدرسة النعمان عن وظيفتها التعليمية إلى إيواء النازحين طيلة 5 سنوات حول وجهة طلابها إلى مدرسة الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب، غير أن تغيير مواعيد الدراسة لدى هؤلاء الطلبة من الفترة الصباحية إلى المسائية شتت أذهانهم وشكل مصدر قلق لأسرهم التي تترقب عودتهم قبل حلول الظلام. نعاني من الدراسة بعد الظهر، المدرسة بعد الظهر، نشتي ندرس الصباح بالمدرسة حقنا لأن البيت بعيد. نعاني من البعد في المدارس، مدرستنا نشتي ندرس وخرجوا النازحين منا قبل نص سنة ونحن نشتي ندرس من الصباح.
الحصول على تعليم جيد يعتبر من الحقوق الأساسية لكل طفل بما في ذلك الفتيات والأطفال، لكن تخصيص عدد من المرافق التعليمية لإيواء النازحين كما هو الحال في مدرسة النعمان إلى جانب تضرر المرافق الأخرى بنيران أطراف الصراع تقف وراء حرمان مليوني طفل يمني من التعليم. لكن السؤال الأهم، هل سيتم ترميم المدارس التي تم إجلاء النازحين منها أم أنها ستظل خاوية على عروشها؟ قصة تحدي للظروف المعيشية القاسية يجسدها المهندس محمد الكعضلي من خلال ورشة هندسية متواضعة بمديرية التربة في تعز من أجل توفير احتياجات أسرته رغم الارتفاع الجنوني للأسعار. خمسة وعشرون عاما قضاها محمد الكعدلي في ورشته المتواضعة في مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، ومارس طيلة هذه السنوات مهنته في هندسة وصيانة الأجهزة الإلكترونية متحديا كل الظروف القاسية من أجل توفير احتياجات أسرته في زمن الحرب وما خلفته من غلاء جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية التي عزف عنها الكثيرين وباتوا غير قادرين على شرائها. أصبحت الآن الأسعار غالية مع الحرب، وزاد الزبائن عندنا لأنه الأجهزة أصبحت غالية الثمن، ونحن نقدم خدمة لهم الآن، نقدم خدمة لهم بظل الحرب، لأن أصبح أسعار الأجهزة غالية ما قدرش الزبون يشتريها فنرجع إلى تصليحها. في العام 1989 اكتشف محمد موهبته عندما كان طالبا في الصف الثاني الثانوي، وبث وفق روايته أول إرسال لاسلكي في مدينة التربة بجهد ذاتي تطبيقا لمواد الفيزياء، ومن ثم بدأ ممارسة عمله في ورشته المتواضعة التي تمثل اليوم بالنسبة للكثيرين مصدر تخفيف من عبء تكاليف الأجهزة الإلكترونية الجديدة. بديت موهبتي من المدرسة وأيضا من المعمل، فيها كنت أقوم بتجارب الكتاب، وقد عملت جهاز مصغر FM إلى مدينة التربة، كان إذاعي عبارة عن موجة FM يغطي التربة. أول من اخترع الجهاز اللاسلكي في التربة هو ماهر في عمله، ونحن نصلح عنده كل الأدوات وهذا، ومهندس قديم. قصة محمد نموذج للصمود والمثابرة في زمن الحرب وما آلت إليها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، فلم ينضم إلى رصيف الآلاف ممن فقدوا وظائفهم وأشغالهم، بل صمد وظل متمسكا بمهنته ليشكل رافدا مهما للمجتمع ويرسم قصة كفاح عمرها عقدين ونصف من الزمن. أول من اخترع الجهاز اللاسلكي وله خبرة في الراديوهات والتلفزيونات. المهندس محمد الكعدلي، أنا هندس عنده دائما، وهو مهندس يعني فنان الصراحة. وبشهادات زبائن محمد فإنه استطاع أن يتجاوز فترة زمنية كبيرة في خدمة أسرته والمترددين عليه الذين يأتون لصيانة أجهزتهم بدلا من شراء أجهزة إلكترونية جديدة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والتدهور الحاصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وانعدام معظم الخدمات الأساسية منذ أكثر من 6 سنوات. وصلنا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى ختام مدارنا لهذا الأسبوع، نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة خلال الأسبوع المقبل. دمتم ودام الوطن بألف سلامة وعافية، في رعاية الله.